شو بتقول الأفلاك لمواليد الأسد؟ بالأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني جانوري يناير 2023. يا عزيزي، مثل ما قلنا في مغازلة لطيفة بالأسبوع الماضي، بس هلأ بدك تحاذر ابتداء من الأسبوع من صدام مع شخص بتحبه، لأنه التنين 16 وتلاتة 17 بيعكسوك على هالصعيد، ويمكن يخلقوا لك شوية بلبلة وشعور بالإحباط أو بعدم النجاح، أو يمكن يناصبك أحدهم العداء خلال هاليومين. تجنب السفر لأماكن مجهولة منك، لازم تكون كتير كتير متحفظ، خاصة وإنك منجذب بهالأثناء لاكتشاف المجهول. أفضل يومين بهالأسبوع بيوقعوا بين الأربعة 18 والخميس 19. بتتلقى رسالة إيجابية أو مفاجأة سارة في حياتك المهنية، شرط أنك ترضى ببعض التغيير وربما الانتقال إلى مكان آخر في مجال عملك، يا مكان يا مكتب يا شيء بده يتغير. ما تستخف بشيء يعرض عليك بهالفترة الصعبة اقتصاديا وعالميا. تبحث قضية مهمة جدا يا عزيزي وجدية جدا بين الجمعة 20 والسبت 21. بهاليومين يمكن تسمع عن رحيل، أو يمكن يصير في حداد، أو يمكن تطرق قضية تأمين أو ضرائب أو فروض. بحياة بعض مواليد الأسد ولادة جديدة أيضا بهالفترة، أو عملية جراحية وبتكون العملية هينة، يمكن عملية تجميل، ليش لأ؟